مشاهدي الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر. السلامة يا ربي. 15 قتيل و 2133 جريحا حصيلة حوادث سير المناطق الحضرية خلال اسبوع المنصرم. لقي 15 شخص مصرعهم واصيب 2133 اخرون بجروح اصابات، 69 منهم بالغة في 1580 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الاسبوع الممتد من 9 الى 15 يناير الجاري. هذا البلاغ للمدير العام للأمن الوطني. الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم ترك مسافة الأمان وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشويه الأحمر والسياقة في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب. وبخصوص عملية المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46426 مخالفة وإنجاز 3006 محاضر أحيلت عن النيابة العامة فضلا عن استخلاص 37420 غرامة سلحية. وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8,868,500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالحجم نحجز البلدي 4664 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9006 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 217 مركبة. يعني كيف ما سمعتم أنا مشاهدين الكرام على المباشر، سلامة يا ربي. وهالشي اللي ديما كنا كنحاولوا نقولوا ونحاولوا نوضحوا المستعمل الطريق عامة، لما اصحاب راجل اصحاب سيارات عفوا اصحاب دراجات كذلك راجلين انهم يمشيو عليهم في الطريق جوخاو الحضر ديالهم يحترموا القانون. الله يستر ما بغيناش هاد النسبة هادي ترتفع من القدام. ف 15 قتيل و 2133 جريح حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الاسبوع المنصرم فقط. يعني مشاهدي الكرام نتمنى ان الناس مستعملين الطريق يحاولوا يردوا البال ويتوقعوا الحذر ديالهم ويحترموا القانون. نقرا لكم بلاغ مشاهدينا الكرام، حيث لقي 15 شخص مصرعهم واصيب 2133 اخرون بجروح اصابات، 69 منهم بالغه في 1580 حادثه سير. داخل المناطق الحضريه خلال الاسبوع الممتد من 9 الى 15 يناير الجاري. وهذا البلاغ للمدير العام للامن الوطني. الاسباب الرئيسيه المؤديه الى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها الى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الاسبقيه والسرعه المفرطه وعدم انتباه الراجلين وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون اشاره وعدم ترك مسافه الامان وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامه قف والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشويه الأحمر والسياقة في حالة السفر والسير في اتجاه الممنوع والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46426 مخالفة وإنجاز 3006 محاضر أحيلت على النيابة العامة فضلا عن استخلاص 37420 غرامة سلحية. ذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8,168,500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4664 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9006 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 217 مركبة.